مع دخول الشتاء والاجواء الطيبه والامطار اللي قاعده الحين الحمد لله كل يوم والثاني في امطار لنا فتره ما جاء شيء، لكن ان شاء الله الخير جاي. الطرقات السريعه تشهد تجاره مربحه للشباب، وصار السن خصوصا هذه تمثلت في بيع الحطب والمشروبات الساخنه، يعني شاي وحليب وزنجبيل، هذه للتدفئه اضافه الى بيع الماكولات الشعبيه. عبد المحسن التميمي راح طريق الثمامه في الرياض جاب لنا هذا التقرير اللي فيه البيع الشتوي، شوفوا ونرجع. الحطب وبيع الأطعمة والعديد من النشاطات على شارع الثمامة هي تجارة الشتاء في الرياض، فقد تجد في هذا المكان مرتعا للمتعة، ولكن أم نايف والعديد من النساء هنا يزاولون مهنة البيع في بداية كل شتاء. هنا كنا أقدم أكلات شعبية، فطاير، سمبوسة، مراسيح، خبز صاج، والحمد لله عقب فضل الله ثم فضل زوجي واللي شجعني هنا أجي. تقريباً يمكن في اليوم 10 زباين 15 زبون، هذا اللي الزباين اللي عندي، بس أنا أقول لك يعني أكثر زبون عندي يمكن تقريباً 50-60 زبون عندي. للشباب نصيب من هذه التجارة، محمد يأتي إلى هنا في نهاية كل أسبوع بصحبة والدته. نجي أوقات ويكند زي كذا، بدل ما نطلع أي طلعات ثانية نجي نستفيد يعني. والله ما في سعر محدد يعني، مو بثابت يعني، على حسب السوق يعني، يوم يكون كثيرين يوم لا. كل من أتى هنا لم يلقي للحياء أهمية، فالقناعة لا تعارض الطموح، القناعة هي حدود الممكن للطموح. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض.